حقيقة نحن نتحسر جدا ونشاهد من مآسي وجرائم ترتكب في حق الشعب البحريني. والشعب البحريني شعب صامت وشعب قوي وشعب جريء وشعب شجاع. ومؤامرة أيضا مؤامرة على الشعب البحريني ومؤامرة دولية كما يجري الآن في اليمن. وليتنا نستطيع الآن ونستطيع أن نقدم شيء للشعب البحريني ولن نتأخر ثانية واحدة. لكن من أهم ما نراه يعني تسلط عليه الأضواء في حركة الثورة في البحرين أن ينتقل الثوار والحراك الثوري وممثلي هذه القوى الثورية في البحرين إلى أن يراهنوا على المبادئ لا على السياسة. تكون هناك مبادئ وقيم هي التي تحكم التحرك الثوري بشكل كامل. لا تكون هناك مساومة حول المبادئ. نحن إذا أردنا أن نغير فالتغيير يفرض علينا أن نسقط منظومة الفساد بشكل كامل بما تحويها من قيم ومبادئ وشخصيات وأفراد ونظام حكم وغيره. وإذا لم نتحرك على هذا الأساس سيكون هؤلاء الأشخاص ومنظومة الفاسدين سيكون هم العائد أمام التغيير، أمام تغيير منظومة القيم. نحن نريد أن نغير منظومة القيم لكن أشخاص عندهم قيم فاسدة ويريدون أن تبقى في هذا المجتمع، يريدون أن تسيطر على هذا المجتمع، يريدون أن يحكموا هذا المجتمع بهذه المنظومة الفاسدة، وسيكون عائق لا شك. الشعب البحريني أن يكون هدفه هو إسقاط أيادي الاستقلال، إسقاطهم تماما. هذا هدف مهم جدا حتى تنجح دورة البحرين. الشيء الآخر أن تكون لهم قيادة، والقيادة هذه يجب أن يلتف حولها الشعب البحريني. لا أقول أنا فرد، ليست المسألة مسألة صراعات حول من سيكون القائد ومن ومن ومن. لا، نحن ننتمي إلى رسول الله، ننتمي إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ننتمي إلى أهل البيت عليهم صلوات الله. يجب أن نستعد ويجب أن نبني أنفسنا وأن تكون عندنا ثقافة كيف نطيع من يرشدنا، كيف نسلم لمن يدلنا على الطريق، كيف ننقاد، كيف نصمم، كيف ننطلق مطيعين مسلمين منقادين للمبادئ والقيم التي يحملها أو تحملها هذه القيادة. يجب أن يتوحد الشعب البحريني حتى على مستوى مجلس ثوري، مجلس للانتقال إلى مربع آخر، مربع متقدم من الثورة. الآن المسيرة في البحرين تقريبا يعني كل أسبوع أحيانا يوميا تستمر المسيرة. شعب يعني عنده إرادة، عنده إصرار. إذا لم تستغلوا هذه الإرادة والإصرار وهذه الرغبة في التغيير عند الشعب البحريني وتتوحد، وهذه القيادة أقصد بها القيادة الثورة البحرية، إذا لم يستغلوا هذا الحراك فسيتحملون هم كل إصرار، وسيكونون هم محملين بكل دم يسفك في البحرين. إذا استمرت هذه سفك الدماء لأكثر الآن 4 سنوات تقريبا تسفك الدماء في البحرين وهي حرب مفتوحة كل يوم ينتقص. والإمام علي عليه السلام يقول وتنتقص أطرافكم ولا تنتعضوا.
يجب أن ينتعب الشعب البحريني، يجب أن تتحرك مختلف الفئات في الشعب البحريني، يجب أن تفعل الفئات، الشعراء يجب أن يكون لهم دور ولكن بشكل منظم من خلال القيادة الثورية. الشعراء يكون لهم دور، الأدباء والكتاب يكون لهم دور، المحامين والحقوقين يكون لهم دور بشكل منظم ومنسق كحركة واحدة. أن يكون أيضا للثوار في الساحة وفي الشارع البحريني لهم دور، أن يكون للأدباء للأكاديميين دور، وأن يكون هناك أن يكون هناك طموح للانتقال إلى مربع متقدم. مربع متقدم ليس المسيرة، المربع المتقدم ليس المسيرة، هناك خطوات قد تهز مراكز النهوض، تهز الحكومة، تهز النظام فعلا، تجعله يترنى. هناك خطوات ثورية مهمة. نحن قلنا عندما عبرنا الدوائر الحكومية في اليمن كانت أكبر عامل وأكبر خطوة بعثت الروح المعنوية وأعادت الحماسة إلى الثوار في اليمن. عندما عطلت الدوائر الحكومية وفرضنا على الحكومة إرادة شعب، إن هذا الشعب لن يقبل، تتوقف اجتماعات الحكومة، عمل الدوائر الحكومية تتوقف، أعلن عن مجلس انتقالي، نعلن عن مجلس تأسيسي للثورة، يكون هذا المجلس مجزي وله خطوات وله يعني عندنا أكثر من وسيلة وأكثر من خطوة. فأنا أقول وأخاطب قيادة الثورة في البحرين أن يتقوا الله بهذا الشعب، هذا الشعب المؤمن، الشعب الشجاع الصابر المحتسب، ويجب أن يتجهوا إلى توحيد كافة الجهود وتوحيد القيادة، وأن يرسموا استراتيجية عمل تنتقل بالشعب البحريني والثورة البحرينية إلى مربعات فرض، إلى مربعات متقدمة في الثورة.